هناك بعض الأمور التي لا يعد فيها ذكر العيب من الغيبة المنهي عنها، وقد نظمها بعضهم فقال: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالمتظلم كأن يقول لخصمه هو ظالم، أو لشهود هم غير ثقة أو كذابون، والمعرف كأن يقول فلان الأعمى أو القصير أو الأعمش. فإنك إن قلت مثلا سليمان بن مهران، فكثير من التابعين اسمه سليمان بن مهران. فإن قلت الأعمش فقد ميزته عن غيره، وعرف الناس أن المقصود هو الرجل المحدث. والمحذر كأن يسألك شخص عن فلان الذي يريد أن يشاركه أو يقترض منه، فتقول له على سبيل التحذير: لا السخرية، هو مماطل أو كذاب، أو تعرف أهل الخاطب فتعرف أهل المخطوبة عنهم، أو العكس. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، وذلك أن زوجها كان قد طلقها فبت طلاقها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: إذا حللت فآذنيني. فلما أحلت، يعني لما انتهت عدتها، أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أنكحي أسامة. أو تقول: لا تأخذ الحديث عن فلان فهو مدلس أو مغفل. وكذلك في الفتوى، كقول امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ وكذلك من طلب الإعانة في إزالة منكر، مثل أن يأتيك آت ويقول: تعال إلى المكان الفلاني أو البيت الفلاني، فإن فيه أناسا يشربون الخمر أو يأتون الزنا، وتذكرهم بأسمائهم. فهذه الأمور ليست من الغيبة المنهي عنها.